بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها السادة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. يسعدنا أن نلقاكم مجددا في برنامجنا المحامون بعد غيابنا عن حلقة السبت الماضي الذي احتفلنا فيه بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بكل الخير واليمن والبركات. في حلقتنا اليوم سنتناول موضوعا شائكا بسبب شيوعه بين أفراد المجتمع من أشخاص طبيعيين وأيضا اعتباريين، إنه موضوع الشيكات. مشاهدينا، يمكنكم التواصل معنا خلال البرنامج عبر أرقام الهاتف الظاهري على الشاشة أمامكم وعبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ المحامون وفيسبوك.com/الضفرة تي في. قبل أن نبدأ حوارنا ونتناقش معا، أرحب بكم مشاهدينا كما أرحب بزملائي في الاستوديو. أولا أرحب بك دكتور علي، أهلا وسهلا فيك، مساك الله بالخير. مسيك بالنور ورحمة. أهلا وسهلا. أستاذة عائشة، مساك الله بالخير وأهلا وسهلا فيك. هلا، مساء النور والسرور. الحمد لله على سلامتكم، ويعني بعد العيد كل عام وانتم طيبين. طبعا أستاذ مختار، أقول لك حج مبرور وذنب مغفور، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله، وأرحب بك في الاستوديو. الله يسلم. مشاهدين الأعزاء، قبل أن ندخل في صلب موضوع هذه الحلقة، أعتقد دكتور في مصطلحات نحن رح نستخدمها في هاي الحلقة كثيرة. نعم نعم. أنا أفضل أنه قبل ما ندخل على الحلقة ونتناقش، نعرف هذه المصطلحات، خاصة أننا نحن رح نتكلم عن الساحب والمسحوب عليه والمستفيد. نعم. دكتور، في عجالة، من هو الساحب ومن هو المسحوب عليه ومن هو المستفيد؟ نعم. مثل ما تفضل طبعا بسلطان بخصوص موضوع الشيك، هذه العبارات شائعة جدا اللي هي الساحب والمسحوب عليه والمستفيد. نعم. بداية بنتكلم عن الساحب. الساحب هو الشخص الذي أصدر الشيك. الشخص اللي أصدر الشيك يسمى ساحب، اللي بينسحب الفلوس من حسابه. نعم، الساحب. نعم، اللي أصدر الشيك هذا. صحيح. والشخص اللي بيستفيد من الشيك يسمى المستفيد، اللي بياخذ الهمجة. نعم، او لحامله. نعم. اللي بياخذ اللي بياخذ الهمجة. نعم. والمسحوب عليه اللي هو البنك. نعم. غالبا ما تكون بنوك طبعا. ايوه. فبالتالي عندنا ثلاثه: ساحب، مسحوب عليه، مستفيد او لحامله. نعم. نعم. اذا مشاهدينا الافاضل، الشيك او الصك بلغتنا العربيه هو ورقه تجاريه تقوم مقام النقود، يقوم البنك بصرفه لحامله، غير أن المشاكل والقضايا المترتبة عن سوء استخدام هذه الورقة كثيرة ومتشعبة. وحتى نتحدث عن هذه الجزئية، دعونا أولا نتابع هذا التقرير ومن ثم نتواصل معكم نحن المحامون. يعتبر الشيك من الأوراق التجارية، وهو صك محرر وفقاً لأوضاع معينة استقر عليها العرف، يتضمن أمراً معيناً صادراً من الساحب وهو محرر الشيك إلى المسحوب عليه وهو عادة البنك، بدفع مبلغ معين لأمر ثالث وهو المستفيد أو لحامله. لكن الكثير من الناس يجهلون أحكام وشروط الشيكات، فيقومون بإعطائها لأشخاص ليسوا أهلاً للثقة، أو يحتفظون بها لدى الغير على سبيل الأمانة وهي موقعة على بياض دون أن يدركوا عواقبها، في حين أن الغير يستغل جهلهم بالقانون ويقدمها للصرف، وتأتي المفاجأة بإحالتهم إلى القضاء. فهل من طريقة لحفظ المجتمع من تلك الممارسات الخاطئة؟
مجددا نرحب بكم مشاهدينا في استوديو المحامون، وحلقتنا اليوم عن الشيكات كما أسلفنا وبينا لكم. دكتور، الشيكات كثير من الناس يقعون في خطأ وكبير جدا، هذا الخطأ بأنهم يستخدمون هذا الشيك كأداة ضمان. هل الشيك يصلح كأداة ضمان؟ صح، مثل ما تفضلت أستاذ محمد، في كثير من الناس، هاي طبعا من الأخطاء الشائعة بينهم، أن يستعملون الشيك كأداة ضمان. هذه مش على مستوى فقط الأفراد، وكذلك على مستوى الشركات والمصارف. الشيك مثل ما تفضلت هي أداة وفاء، وتعامل معاملة النقد، تعامل معاملة النقد. يعني نحن نسمي النقد دائما النوط، خلينا نقول النوط اللي يعني الأوراق النقدية، عندك فلوس، الأوراق النقدية. نعم. فأنت هل من الممكن أنك أنت تكتب على الورقة النقدية والله لا تصرفه أو يعني لا تتداوله إلا بعد 6 شهور أو إلا بعد كذا إلا بعد، فبالتالي أو أن تخليه عندك أو تخليه معلق على شرط، فبالتالي أو مثل 10 دراهم تحط عليه نقطة ثانية 100 دراهم يستوي؟ لا تحط عليها شروط. نعم. ما يجوز. نعم. فبالتالي الشيك يعامل معاملة النقد، هذه طبعا وفق لقانون دولة الإمارات، وفق الأحكام محكمة تمييز دبي، ووفق الأحكام المحكمة الاتحادية العليا في هذا الشأن. فبالتالي ما يجوز استعمال الشيك كأداة ضمان، هي تعتبر أداة وفاء وقابلة للصرف. نعم. أستاذة عائشة، أعتقد أن في بالذات لما صارت الأزمة العقارية، في يعني جاء مسمى لشيكات العقارية. نعم. شو بتخبرين عن الشيكات العقارية؟ هل يعني لا زالت هي محل حماية قانونية، محل حماية جنائية؟ نعم، بالنسبة للشيكات العقارية يمكن هي حالة استثنائية من الشيكات، لأنها ارتبطت طبعا بالأزمة الاقتصادية واللي ترتب عليها المشاكل العقارية بشكل خاص. نعم. فتم إصدار مرسوم بأمر من سيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، طبعا هذا المرسوم رقم 56 لسنة 2009 خاص بالشيكات المرتجعة. هذه الشيكات المرتجعة لا تعامل معاملة الشيكات العادية لأنها خاصة بالعقار. فأنشأوا لجنة قضائية تكون من قاضي ابتدائي واستئناف وشخص ممثل لدائرة الأراضي أن ينظرون في هذه الشيكات المرتجعة، لأن لما صارت الأزمة العقارية صارت هناك الشيكات، طبعا يمكن المطور ما يستحق الشيك لأنه تكون شيكات على عدة دفعات، فيمكن ما يستحق بسبب توقيف المشروع أو بسبب إلغاء المشروع. فأصدروا هاي فأنشأت هذه أو أسست هذه اللجنة على أساس تنظر في هذه الشيكات. إذا تبين لهم أن بالفعل محرر الشيك وهو المستثمر يعني أخل بالتزامه، طبعا تحال إلى النيابة العامة تحقيقات وبعدين المحكمة. إذا ثبت أن بالفعل المطور لا يستحق، فهني يحرر شيك آخر بدل الشيك اللي تم إصداره، بحيث أنه بموعد لاحق أو بموعد يعني بموعد لاحق أو بتاريخ لاحق، على أساس أنه يكون في يعني توافق ما بين الدفعة وما بين الإنجاز اللي تم في المشروع. إذن هي الشيكات العقارية هي نفس الشيكات. نعم. ولكن هناك تنظيمية خاصة. نعم. تنظيمية لهذه الحالات. نعم. اللي حطوا فيها شروط بين. نعم. المطورين. نعم. وبين الأشخاص. أستاذ مختار أبو محمد، هل يجوز للساحب إثبات إخلال المستفيد بالتزامه المقابل؟ إذا قلنا الساحب اللي هو صاحب اللي أصدر الشيك، اللي أصدر الشيك، والمستفيد اللي هو الطرف الثاني اللي بيسحب الشيك. نعم. هني لازم أفصل أنا أبو سلطان شوي بين الشق الجزائي والشق المدني. نعم. الشق الجزائي ما دام أنه وقع مثل ما تفضل الدكتور، ها أداء وفاء، فما في يعني مجال أن تراجعه، ما دام وقع هو المسؤول عن التوقيع في الشق الجزائي. نعم. في الشق المدني نعم يجوز له،
إذا قدر يثبت بأن فعلا الرجل يعني أو المستفيد أخل ببعض التزاماته، مثلا متفق وياه يجيب البضاعة وعطنا تشيك، الرجل هذا ما سلم البضاعة أو ما جاب البضاعة، نعم، بس عليه يثبت. هذا طبعا في الشق المدني، في الشق الجزائي لا، نعم، في الشق المدني هناك ممكن. في مسؤوليتين، في مسؤولية نعم. مدنية مسؤولية وفي مدنية مسؤولية جزائية، نعم. نعم. في الجزائية لا، في المدنية نعم يحق له. زين دكتور، قد تكون هذه الحالة موجودة في القانون، ولكن السؤال أو المعضلة اللي تحصل هنا في هذه المشكلة، أنه هل يجوز اعتماد الشيك لدى المسحوب عليه؟ يعني كثير من الحالات أنا عندي فلوس أبغى أروح للبنك، صح، أقول يا بنك أبغى تعتمدوا لي على هذا الشيك، صح، لا البنك يقول لك لا أنا أعطيك شيك وقت. معتمد أو شيك مانجر شيك مثل نعم. ما يقولون، نعم نعم. أبا أستفسر عن هذه الجزئية، هل يجوز يعني نعم. أولا وبعدين يعني شو المعول القانوني في هذا الأمر إن شاء الله. طبعا المادة 600 من قانون المعاملات التجارية فصلت هاي النقطة، اعتماد الشيك. في كثير من الناس طبعا مشاهدين نحن ننبههم على النقطة هذه اللي هي نقطة الاعتماد من البنك. فرضا أنا صاحب شيك وأنت جيتني على أساس أن أنت بتستفيد من الشيك هذا، وأنت مو بعارف هل أني أنا أحمل رصيد من عدمه، أنت تبى تتأكد وأنت تبى تضمن على أساس أنك أنت بتعطيني بضاعة معينة، فبالتالي أنت من حقك أنت كمستفيد من حقك أنك تمشي بالشيك للبنك وتعتمده والبنك يعتمد هذا الشيك، مش انه يطلع مانجر تشيك او تشيك مدير، لا تشيك المدير هذا اجراء اخر. لا عفوا دكتور، مستفيد ولا ساحب؟ واللي يصير البنك؟ لا لا المستفيد. المستفيد يصير يعتمد من البنك؟ نعم نعم، المستفيد يصير يعتمد على اساس انه شو؟ يتاكد فعلا ان هذا الشخص ان الساحب عنده رصيد كافي وممكن يغطي قبل تاريخ الاستحقاق. قبل تاريخ الاستحقاق؟ نعم. قبل التاريخ؟ نعم. وبعدين شو اللي يصير؟ ان البنك يعمل تجميد نسميه نحن بلوك على المبلغ هذا لحين موعد الشيك، لحين موعد السداد، وهو يكون ملتزم البنك في حال اذا والله فتح التجميد او غيره، هو يكون ملزم بالمبالغ هذه. فبالتالي كثير من الناس وخاصه التجار ما يعرفون النقطه هذه، ف هذه مساله الزاميه للبنك من اعتماد الشيك، وهي مسألة طبعا إذا تمت هذه موجودة في القانون، وإذا تمت يعني بتجنبنا كثير من المشاكل اللي صايرة اليوم. هي في الواقع العملي هذا الأمر يعني في الواقع القانوني موجود، موجود النصوص القانونية موجودة، ولكن للأسف نعم. للأسف البنوك في الواقع العملي غير مفعل، ما تطبق. نعم غير وهذا مفعل. نحن ما نعيب عليه على المصرف المركزي. نعم مفترض أن المصرف المركزي يجب يعني يفعل مواد القانون على أساس نعم. أن البنوك شوية يعني تلتزم في هذه الناحية. نعم، وبالتالي يعطي أريحية حتى للتجار لما يتعاملون، هم يعرفون أن فلوسهم بيستحقونها بيستلمونها بالتاريخ الفلاني. نعم. ما يتشككون والله لا أنا أعطي البضاعة بعدين لأن فيه التزامات. صحيح. يعني التاجر الآخر هذا المستفيد اللي بيستلم المبلغ ترى معطلنا بضاعة أو معطلنا شيء معين يعني عمل معين أو غيره، فبالتالي هو لابد أن يتأكد أن بالفعل هو بيستلم المبلغ في التاريخ الفلاني. فهذه مسألة جدا 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 مهمة، جدا مهمة دكتور. نعم. خاصة أن في نقطة جدا مهمة أن الآن أنا مثلا كمستفيد من نعم. الشيك يا أخي قد يعطيني شخص حساب مغلق، صح، شيك محسن، ما أبغى أشوف إن هذا الحساب فعال أو غير فعال. نعم. البنوك تمتنع. نعم. وهذا خلاف للشفافية. صح. يا أخي أنا إذا بعدين الفاس وقع في الرأس وين أروح؟ صح. فأنا مفترض أن الإجراء الوقائي يفعل دائما قبل صح. الإجراء الوبائي. نعم، مثل ما ذكرت بسلطان، مو فقط الحساب مغلق، ممكن التوقيع ما يكون مطابق، ممكن ما في رصيد كافي. نعم. ممكن يعني في أسباب كثيرة أخرى. التوقيع ما يكون مشابه، في أشياء كثيرة يعني ممكن الواحد يتملص منها، فبالتالي هذه تعمل نوع من أنواع الأريحية في يعني المجتمع التجاري. ممكن نتجاوز هالمشاكل، وتحل كثير من المشاكل. أنا هني أتوقف مشاهدين الأفاضل، ابقوا معنا وبقية حديثنا عن الشيكات
بعد الفاصل نحن المحامون. مشاهدينا الأعزاء، عدنا إليكم لتتمة بقية حلقتنا معي وزملائي المحامين وموضوع الشيكات. أذكركم أنه يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاك المحامون وfacebook.com/aldafratv. أستاذة عائشة، في عندي سؤال وردني عن طريق التويتر. هذا السؤال يقول، وجدا يعني سؤال مهم أنا أشوفه، أنه في حال أن المستفيد قدم الشيك إلى البنك، نعم، وكان الرصيد أقل من قيمة الشيك، فهل يحق لي التحفظ على هذا المبلغ من عدمه؟ يعني هو أنا أشوف يعني بعض الأوقات مثلا يجوز أن أنا عندي شيك بقيمة 100,000، أعتقد هذا السائل يقول عندي شيك بقيمة 100,000 وفي الحساب موجود 80,000، هل يجوز أسحبه؟ هل يجوز أني أنا على الأقل أحط إيدي على شيء والباقي أروح أدبر نفسي؟ هل يجوز لي هذا الشيء؟ والله هو يجوز، أولا مبدئيا هو يجوز، ولكن المشكلة يمكن ما في إنسان ما عنده يعني حساب في البنك، ما عنده دفتر شيكات، يعني بحكم الشيء طبيعي. يعني المشكلة أن اللي ما يعرف هذا الموضوع أن أكثر يمكن الناس اللي أو أكثر الجهات اللي هي تعقد هذه الأمور البنوك، مع أن في عندها أوامر يعني أن من المصرف المركزي أن لازم حسب المادة 607 من قانون المعاملات التجارية أن لازم إذا يخيرون الشخص اللي رايح يستفيد من اللي رايح يصرف الشيك يقولوا له يعني في مبلغ هالكثر تبي تسحبه ولا تبغي تطالب بقيمة الشيك بالكامل. طبعا انا حابه اوضح الموضوع للمشاهدين على اساس يكون اقرب للوضوح. هذا المفترض نعم. ولكن البنوك شو تسوي؟ نعم، اذا شافوا التوقيع شويه مختلف رجع الشيك، اذا شافوا في خطا بسيط مش موقع عداله رجع الشيك لاي سبب من الاسباب بغض النظر، واحد هذه الاسباب عدم كفايه الرصيد. المفروض انتم يعني تقول له ان في هذا المبلغ في هذا الحساب تبي تصرفه او تحتفظ بحق المطالبه بقيمه الشيك بالكامل. ومع هذا حتى لو صرف هو مخير، بس في حاله اذا صرف المبلغ جزء من المبلغ يحق له طبعا الرجوع على الساحب، هو الشخص اللي قام بتحرير الشيك، يحق له الرجوع بباقي المبلغ. الحين مثلا اذا على حسب المثال اللي ضربته استاذ محمد 80,000 يتبجل 20,000 من قيمه الشيك الاصلي. فيجوز له انه يرجع له بال 20,000 بعدين حتى يقدر يرفع قضية يعني ويطالب فيها. طبعا على فكرة هذا لا يخل من وقوع الجريمة. الجريمة وقعت. لكن المفترض أن البنك يكون مع يتعامل معي بالشفافية، نعم، وأنه يبلغني أن قيمة الشيك مش موجود، نعم، وأن هذا المبلغ موجود. وبالتالي اعتقد وفقا للمادة 617 الدكتور من قانون المعاملات التجارية. نعم. في إضافة لل تفضلت فيها طبعا استاذة عائشة، كيف تكون هذه آليتها على اساس ان نحن نبسطها للمشاهدين؟ يسالون زين نحن قدمنا الشيك واعطونا 80، فرضا المثال اللي انت قلت لنا 100,000 واستلم 80، وال 20,000 كيف؟ ترى هو سلم الشيك للبنك. البنك الآلية كيف تكون؟ المادة 617 وضحتها. البنك يعطي ورقة للشخص إشعار. المستفيد إشعار بأن فعلا المتبقي 20% ويجوز أنه يرجع فترة لاحقة طبعا بعد ما يكون عنده 20,000 متوفر في الحساب، حيث أنه يأخذ المبلغ هذا، لأن الشيك هذا بينسحب بمجرد أن يصرفوا له المبلغ، فهذا على أساس أنه ما يضيع حق الشخص. لكن للأسف البنوك ما تسوي هذا الشيء، ترى هذه وهذه إن احنا يعني ما نعيب على البنوك وعلى المصرف المركزي في هذا الشيء. وإن شاء الله نتمنى بعد هذه الحلقة يعني هذه الأمور أو صدى هذا الأمر يصل إليه. هم يعطون الآخر ارتجاع بس تأثير في تقدير العقوبة. أحسنت، نعم، أيوه. هذا جدا نعم صحيح. يعني إذا مثلا شيك رد 100,000 غير عن شيك رد 20,000، صحيح، فالقاضي يقدر يعني مثلا أن هذا المبلغ بسيط ممكن يعطي فرصة هذاك يدفع، يعني افضل لكافة الاطراف يعني على الاقل حصل جزء من المواد المفروض تفعل يعني.
زين أبو محمد، نسألك في هذه الجزئية، يعني مسألة هاي 6 أشهر هاي البنوك حطتها فيها شق جزائي وفيها شق مدني. البنوك بعض الأوقات يقول لك إذا قدمت الشيك بعد 6 أشهر ما أقبل هذا الشيء. يقول لك قدمت بعد الميعاد. بعد الميعاد. طب في الشق الجزائي أنا كيف أعرف إنه في رصيد أو ما في رصيد؟ والشق المدني هل لي حق إني أستوفي هذا المبلغ أو ما لي؟ هالميعاد أصلاً أول شيء ليست له قوة إلزامية. نعم. زين، فبالتالي يعني يحق لي أنا مثلاً كمستفيد أروح للبنك أطلب منهم خطاب للشرطة مثلاً. يكتبوا لي إذا كان في يبينون يعني أو يطلبون من البنك، الشرطة تطلب من البنك أو الشرطة يطلبون من البنك يزودوني أنا برسالة. طبعاً أراجع البنك وأتأكد إذا كان في رد البنك طبعاً. إذا كان في رصيد كافي في وقت استحقاق الشيك ولا لا. فهاي المدة 6 أشهر غير إلزامية يعني، هي تنظيمية يعني مش قانونية، مجرد فيما بين البنوك. نعم، وما يأثر في أنه المستفيد يستوفي حقه ولا ما يستوفي حقه. نعم، هذا ما له دخل أصلاً. نعم، الحق قائم ومن حقه أنه يستوفي حقه كاملا. صحيح. نعم. في إضافة طبعا اللي ذكره أستاذ مختار بخصوص الشق الجزائي، بخصوص الشق الجزائي طبعا الشخص هذا المستفيد بعد ما بعد 6 شهور يسير ويقدم الشيك للبنك، طبعا معظم البنوك يقولوا له لا مضت المدة عليها، فبالتالي نحن ما بنعطيك رسالة الإرجاع. في الحالة هذه شو يسوي؟ في الحالة هذه مباشرة يلجأ لمركز الشرطة. ومركز الشرطة طلع له رسالة موجهة للبنك مفادها أو يكون فيها أنه هل يوجد رصيد في الوقت في تاريخ الشيك، تاريخ الشيك من عدمه. صحيح. فبالتالي هني لأن التقادم مثل ما تعرفون في القانون الجزائي في الشيك التقادم الخمسي خمس سنوات كانت قبل 3 سنوات وتم التعديل طبعا. عندي مكالمة دكتور. تفضل. مرحبا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معاي عفوا؟ أبو محمد من قوافق كان. أهلا وسهلا أبو محمد، تفضل أبو محمد، شو استفسارك؟ أنا بسأل عن الشيك، إذا حد كتب لي شيك وكتب عليه فوق محل التاريخ تقصيد ما كتب التاريخ. نعم. فقط هذا سؤالك؟ ما كتب على 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 الشيك تاريخ وكتب تقصيد. أيوة كتب كلمة تقصيد باعتبار إنه أيوة يعني تقصيد، ما تقصد إنه حط عدة تواريخ؟ لا ما أخذت عدة تواريخ، بس كتب كلمة تقصيد للشخص اللي أعطى الشيك. نعم. هل هنا بيعتبر شيك إذا أنا قدمته للمحكمة قانوني؟ أي في هذه الحالة أخي العزيز أنت تحط التاريخ وتقدم الشيك، طالما ما في تاريخ معناته هو فوضك إنك تحط التاريخ. لا حط التاريخ، واذا دخل الشيك في الحساب وارتجع ما في رصيد اذا هنا الجريمه وقعت، شيك بدون رصيد. فانت بامكانك. لا انا قصدي يا استاذ، قصدي معلش عفوا المقاطعه بس. نعم. كتب كلمه تقصيد، كتبها باللغه العربيه تقصيد، ما كتب تاريخ، ما فيها مشكله. بس وين كتبت كلمه التقصيد؟ مكان التاريخ، محل التاريخ، محل التاريخ. انزين خلاص اتضحت الصورة إن شاء الله، راح نجاوبك على بس ما عليك. نعم، شكرا لك أبو محمد. قال إن مكان التاريخ كتب كلمة تقصيد. واضح. هو طبعا أكيد الشيك هذا يكون على دفعات، في دفعات معينة، فبالتالي هو كتب تقصيد. مثل ما تفضلت أستاذ محمد، فهو يقدر أنه يسجل التاريخ عليه ويقدمه للصرف. كون أن كلمة تقصيد ما فيها تاريخ، لم يتم تحديد عبارة تاريخ الشيك موجودة. نعم. وبيانات الشيك الشكلية وتوضيح الشيك. نعم. تقصيد معناته. نعم. الشك. أنت تكتب. نعم. تاريخ القسط هذا مدام البيانات الشيك. نعم، مدام البيانات الضرورية موجودة بالشيك. نعم. اللي هي مثل ما تفضلت التوقيع والجهة المستفيد عليها والأمور الثانية ومتن الشيك، صك الشيك سليم. فبالتالي يكتب فقط التاريخ ويقدمه. زين دكتور، خليني أسألك في هذه. نعم. الجزئية، كثير ما نسمع في الشيكات تظهير الشيك، تسطير الشيك. نعم. شو تظهير الشيك أو شو تسطير الشيك؟
نعم. كثير من الناس ما يعرفون هذه المسألة. واضح. تظهير الشيك في كثير من الأحيان المستفيد يكون عليه دين معين أو عليه مبالغ معينة لشخص آخر، فبالتالي المستفيد يقوم ويوقع خلف الشيك، يوقع خلف الشيك، فبالتالي ينقل الحق منه لشخص آخر. أيوة. نقل الحق. طبعا التظهير نوعين، يا يكون ناقل للحق أو يكون توكيلي. ناقل للحق يعني شو؟ يعني ينقل الحق حقه في الشيك هذا كمستفيد للمظهر له اللي هو شخص آخر. صحيح. أو يكون توكيلي. توكيلي مثل كيف؟ أني أنا أوكل شخص آخر يوقع خلف الشيك كتوكيلي، فبالتالي الشخص الآخر يصير ويسحب المبالغ من البنك. نعم. أما التسطير طبعا أنه يحط سطرين متوازيين على الشيك، على طرف الشيك، على متن الشيك، بحيث أنه يتم إيداع الشيك في المصرف. طبعا هذا بعد نوعين، يا يكون عام أو يكون خاص. نعم. العام أنه يكون لأي بنك؟ بدون لا ما يذكر اسم المصرف، يحط خطين بدون أي مصرف. أما الخاص يذكر اسم المصرف في الخطين هاي. نعم. اتضحت الصورة. شكرا لك. نعم. دكتور مسك. مشاهدين الفاضل، بعد الفاصل سنتعرف على بعض المبادئ القانونية ذات الصلة بالشيكات، فابقوا معنا، نحن المحامون. عدنا إليكم مشاهدينا الأعزاء مرة أخرى، نحن المحامون. في هذه الفقرة سوف نتحدث عن بعض المبادئ القانونية التي تهم موضوع الحلقة. أستاذ مختار، أعتقد من المبادئ القانونية اللي أرستها المحاكم العليا أن إصدار مدير مؤسسة فردية شيكاً بهذه الصفة يؤدي إلى انصراف الالتزام بأداء قيمته إلى صاحب المؤسسة. نعم. هذا المبدأ أيضاً يحتاج أنه نخليه شقين. نعم. إذا المدير وقع، المدير مسؤول جزائياً. نعم. هذا واضح يعني. نعم. اللي يوقع الشيك هو المسؤول. هو المسؤول جزائياً. جزائياً. نعم. أما بالنسبة لشق المدني في المؤسسة الفردية. في المؤسسة الفردية، بما أن المؤسسة الفردية قانوناً ليست شخصية اعتبارية مستقلة. نحن عندنا عن ذمة الصاحب. نعم. هي عندنا أشخاص طبيعيين وأشخاص اعتباريين. أشخاص طبيعيين الناس العاديين، أشخاص اعتباريين مثل شركات، مثل مؤسسة، مثل هالأشياء. نعم. فالمؤسسة ليست يعني شخصية اعتبارية مستقلة، وإنما ذمتها المالية ذمة مدير صاحبها. إنزين، لذلك صاحبها يكون ملزم بإيفاء الشق المدني. في الشق المدني. نعم. لكن الجزائي طبعا المدير اللي نعم. وقع. نعم. نعم. أستاذ عائشة، الحكم في جنحة إعطاء شيك بدون رصيد. نعم. بإدانة الساحب لا يحوز حجية الأمر المقضي في دعوى المطالبة بقيمة الشيك. يعني إذا شخص أدين جزائيا لا يحوز هذا الحكم حجية الأمر المقضي. شو بدلين عنه؟ لأن في العادة في جريمة الشيكات فيها شقين، لو الشق الجزائي والشق المدني. لما يروح الشخص ويفتح بلاغ بأن الشيك رجع ما في رصيد مقابل لهذا الشيك، وتأخذ التحقيقات مجراها وتتحول للمحكمة المدنية على أساس أنها جنحت شيك بدون رصيد، تصير الإشكالية هنا في بعض الأشخاص ما يعرفون أنه لازم يدعي مدني عشان المطالبة بقيمة الشيك. صحيح. أنا مو شرط أنه يحكم في القاضي الجزائي، يحكم في مبلغ الشيك في القضية الجزائية. نعم. ممكن يعطي عقوبة الحبس ويحيل الشق المدني إلى المحكمة المدنية المختصة. وإحنا دائما نواجه هاي الإشكالية المحامين لما نقول له من تدفع رسوم، ليش هاي الرسوم؟ كافي الشيك اللي أنا ما حصلته لين الحين. وهاي يصير يمكن تواجهكم بعد أنتم كثير، فعشان تفهمهم هاي الجزئية أحيانا إحنا نضطر إن إحنا ندفع جزء. نعم. من الرسم. وبعدين في القضية المدنية احنا نحاول نعدلها بس بالحق. ايه، نحتفظ فيها بحقنا المدني. بس صدور حكم في هذه الجنحة او في هذه قضية الشيك نفسها ما يعطي الحق انه هو يروح مدني ويطالب بموجب ان اصدر عليه حكم اذا هو ما حضر او من يمثله قانونيا امام المحكمة الجزائية وطالب احنا نسميه بالقانون الادعاء بالحق المدني. نعم. المطالبة بقيمة الشيك. نعم. شكرا استاذة.
دكتور المبدأ هني يقول من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التقادم الذي تنقضي به الدعوى الجزائية في جريمة الشيك يبدأ سريانه من وقت التسليم إلى المستفيد، مع علم الساحب بعدم وجود مقابل له للسحب في تاريخ الاستحقاق. نعم، هذه الجزئية إن السريان يبدأ واضح. من متى؟ واضح واضح. طبعا هذا المبدأ يتكلم عن التقادم، عن التقادم في المسائل الجزائية. نعم. اللي على الشيك. صحيح. من المعروف أن التقادم في المسألة الجزائية هي 5 سنوات. فبالتالي أنت هني عندك تاريخين، تاريخ التسليم وتاريخ الصرف. تاريخ التسليم وتاريخ الصرف. فبالتالي إذا أثبت الساحب اللي هو الشخص اللي أعطى الشيك أن تم إعطاء الشيك قبل 5 سنوات فبالتالي وقت التسليم. نعم. فبالتالي تنقضي الدعوى الجزائية مش وقت الشيك. هاي طبعا الإشكالية يعني تكون كثير طرح الشيك للتداول. أيوة. أنا سلمتك هذا التاريخ هو المعتد فيه. مثال. نعم. أنا رحت وأخذت قرض من البنك. فطبعا التاريخ أنا ما أحطه، دائما الناس ما تحط التاريخ، حتى البنك يقول لك لا تحط التاريخ. فبالتالي أنا أعطيته فرضا اليوم 11/10/2014. أنا أعطيت الشيك، وقت إعطاء الشيك متى كان؟ في 10/10/2009. صحيح، بعد 5 سنوات. هي نعم. فبالتالي إذا أنا أثبت فعلا أن وقت التسليم كان قبل 5 سنوات فبالتالي تنقضي الدعوة الجزائية. اتضحت الصورة. نعم. في عندي قبل ما أطلع في عندي سؤال آخر على التويتر. السؤال هذا يتكلم عن توقيع الشيك على بياض، في عجالة عشان أستاذ المختار. الشيك على بياض؟ على بياض، أن أنا وقعت الشيك على بياض وعطيتك، هذا ملزم يعني الساحب ملزم ب إذا وقع معناته أن فوض المستفيد بكتابة كل البيانات. نعم. فما يقول هذا لا، هذا متفق عليه هني في محاكمنا وقانونا بأن إذا وقع الساحب على الشيك وسلمه للمستفيد يعني طرحه للتداول، والمستفيد من حقه يملي البيانات ويحط التاريخ ويتصرف فيه كأنه فوضه. نعم، أنا أعتذر. في حاليا حان موعد الفاصل، ولكن قبل ذلك مشاهدينا أذكركم بوسائل المشاركة معنا في برنامجنا المحامون. الأرقام الظاهرة على الشاشة ومواقع التواصل الاجتماعي هاشتاك المحامون وfacebook.com/aldafra-tv. بعد أن ناقشنا بعض التشريعات والمبادئ القانونية سنقدم لكم أنا والسادة المحامون مجموعة من النصائح والإرشادات، فكونوا معنا بعد الفاصل. نحن المحامون. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا فيما تبقى من برنامجنا المحامون. أنا يعني أشوف الأسئلة اليوم ما شاء الله في التويتر شغالة، فأحب قبل المبادئ إذا ندخل على هذه الأسئلة في عجالة. السؤال يقول إذا صدر عدة شيكات لمعاملة واحدة وبين ذات الأشخاص، فهل تتعدد الجريمة بتعدد الشيكات بارتجاع الشيكات؟ نعم. سادة عائشة. نعم. فهمتي السؤال؟ فهمت. نعم. لأن هاي تصير في العادة أن الشخص إذا صدر أكثر عن شيك، ونقول 3-4-5 شيكات. نعم. وكل شيك طبعا يحمل تاريخ مختلف عن الشيك الآخر. صحيح. لصالح شخص واحد. نعم. أنا أعطيته قيمة 200,000 لمعاملة كل 4 شيكات، خلينا نقول كل شيك ب 50,000 وعلى يعني تواريخ مختلفة. مثل أقساط سيارة. نعم. يعني مثلا أو تمويل. نعم. نعم. فصدرت بيته. هذه الشيكات، مجموعة الشيكات، فطبعا راح صرف استحق أول شيك، راح صرفه، رجع هذا الشيك. طبعا هني في إشكالية تصير طبعا إن في بعض الأشخاص شو يسوون، أنا على أساس من باب إنه يروح يفتح مثلا شيك واحد وبعدين الشيك هذا يأخذ إجراءه
يروح يفتح التشيك الثاني، فهو يعتقد ان كل قضيه بتكون بروحها، يعني بما انه ما في رصيد انا شي بسوي فيه، بروح افتح بنتقم منه وبلاغ هني وبلاغ بنتقم منه. اي نعم، فهي الاشكاليه لا كلهم مرتبطين مع بعض، وحتى لو كانت التواريخ مختلفه هم يعتبرون صادرين من شخص واحد ونشاط اجرامي واحد ويحاسب من يدعي هذا العمل، والعقوبه تصدر في يعني جريمه واحده. نعم نعم. دكتور بسالك في هذه الجزئيه، الشيك الذي يحمل تاريخين هل يكون شيكا جنائيا؟ يعني هو السؤال القصد من هذا السؤال أنه واضح أنه واضح اذا شيك فيه عليه تاريخين، عليه تاريخين يعني إيه؟ فرضا هل هذا شيك بكل بساطه وبسرعه مثل ما يقولون إيه؟ تسقط عن الحمايه الجنائيه وتصبح اداه ائتمان بدل اداه وفاء. نعم نعم شكرا. زين في عجاله، خلينا نعرج على النصائح نعم. والارشادات، وابدا فيك ابو محمد. نعم. شو نصائحك في هذا؟ انا نصيحتي اذا سلمت ايها الساحب للمستفيد اي شيك وبعد هذا دفعت له المبلغ، استرد شيكك، لا تقول انا اثق فيه وما اثق فيه. نعم. استرد شيكك وخلص امورك وياه ولا تدفع للمبلغ اصلا قبل ما تستلم شيكك، لان الشيك ممكن يتم عنده ويدخلك في مشاكل حالات لين ما تطلع من المشكله. احسن، الله اعلم. احسن، فاسترد شيكك. استاذه عائشه، انا بقدم نصيحتين وباختصار شديد. في عجالة. نعم. نصيحه للشركات وانهم يخلون التوقيع يعني باعتماد توقيعين وليس توقيع واحد، تفاديا لوقوع اي مثلا تزوير او مثل ما يقولون نصب احتيال او ما الى ذلك. والنصيحه الثانيه يعني ما يكون توقيع واحد، يكون توقيعين. والنصيحه الثانيه بقدمها للافراد، بليز والله يخليكم واترجاهم صراحه. نعم. لان بعد هذه الامور كثير تصادفنا، يوقعون دفتر الشيكات كامل ويخلوني اياه في السياره يا ما اعرف وين. نعم. عاقينه فاخر شيء في الشركه. نعم. وخلينه اخر شيء يقولوا له كيف رفعوا عليكم هذه القضايا، قالوا والله احنا موقعين دفتر الشيكات، شو الداعي ان توقع دفتر الشيكات بالكامل؟ صح وقع صح الشيك وقت الحاجه لي. صح صح، احسنت. شكرا. نعم. استاذ عائشه. دكتور نصيحه واحده. انزين، يجب وضع تسطير على طرفي مبلغ المبلغ. يعني سواء ان اذا كانت عباره عن ارقام او حروف، يجب تسطيره او تسكير المبلغ بحيث انه ما في مجال لانه يحط اي مبالغ. ان كثير من الاحيان انه شو يسوون الجماعه، انه ما يسكرون يعني بعد المبلغ، بعد ما يكتبون المبلغ ما يسكرونه. نعم. ما يسطرونه، فبالتالي ممكن اي واحد انه يضيف صفر او يضيف اي رقم، فبالتالي يجب عليه أن نعم يلزم الساحب بأداء هذا المبلغ طبعا نتيجة خطأه. أعتقد دكتور حتى أيضا يعني من النصائح اللي ممكن نحن نقدمها. نعم. أنه الشخص الساحب يكون عنده أرشيف للشيكات اللي. نعم. يعطيها للمستفيدين، يأخذ صور منها، يأخذ صور منها يخليه عنده الكعب، يحتفظ في كعب الشيك هذا، يعرف. نعم. التواريخ هذه، لأن تحصل مشاكل كثيرة في. نعم. هذا الشأن. نعم. دكتور قبل الحلقة كنا نتناقش مع. صح. بعض أعتقد في جزئية، في فكرة أن تصنيف الشيكات. نعم. تصنيف الشيكات، لأن مشاكل الشيكات. صح. زادت. نعم. فشو وجهة نظرك في مسألة تصنيف الشيكات ونصيحتك في هذا الشأن؟ والله نحن يعني أنا نصيحتي أو أن إذا أن طبعا المصارف هذه تمشي عليها، تصنف الشيكات على حسب الأفراد. نعم. يعني إذا أفراد عاديين ما تخليهم أو عندهم لمت معين أن يطلعون الشيكات هذه. نعم. مثل 20,000 30,000 يعني ما تكون مفتوحة، يعطون فئة من الشيكات أنه. نعم. أساس أنه ما تزيد عن هذا الحد، يحصرونها. الموظف اللي راتبه زين يعطون فئة ثانية، معنى يسوون فئة A فئة B فئة C. نعم. والشركات على أساس أنها هي. نعم. على أساس. نعم. الناس ما تقع. نعم. ضحية. نعم. في. نعم. هذا. نعم. الأمر في إشكالية تقع أيضا، المشكلة اللي تحصل بين الناس. عفوا. بعض الأوقات شو اللي يحصل، أجر عافية أبو محمد. بعض الأوقات شو اللي يحصل، يجي شخص يعطي شيك لسين من الناس. نعم. والمحكمة ويفتح بلاغ جنائي ويرتجع هذا الشيك، وبعد هذا يروح الساحب يستبدل هذا الشيك بشيك اخر. نعم. هذه المشكله اللي تحصل بين الناس، استبدال الشيك
الجريمة تقع لا. تنتهي الجريمة يعني عفوا؟ لا ما تنتهي. نعم. لابد أن يسكر القضية الأولى الشيك الأولي اللي أعطاه وبعدين يبتدي بالشيك الثاني. أيوة. يعني الشيك الأولي هاي القضية ما زالت موجودة. نعم. فبالتالي طبعا لنفس الموضوع نعم، بس لابد أن يخلص القضية الأولى ويسدد اللي عليه وبعدين هي حق. أعتقد لازم أستاذ عائشة يروح عند كاتب العدل الأفضل. يسوي تنازل على القضية الأولى على أساس إنه يقدمها في ملف الدعوة الأولى أو القضية الأولى على أساس تتسكر. نعم. تنقضي بالتنازل. أيوة. وبعدين نشوف موضوع التشيك الآخر اللي هو طبعًا على أساس إنه تشيك آجل. يعني تشيك بتاريخ آخر. إيه؟ ممكن يكون عطال لنفس الشخص على أساس بموجب اتفاق بينهم. نعم. طبعا زين أبو محمد. إيه؟ هل تشيك إيه؟ الثاني إيه؟ إذا رجع جريمة ثانية بسألك فيه عن هذه الجزئية. إيه؟ الآن مثلا أنا حكمت في الشيك الأولاني. نعم. وسويت فيه تسوية وعطيت. نعم. مكانه شيك آخر. نعم. إذا الشيك الثاني هذا ارتجع، هل في ارتباط أم هذه تعتبر جريمة مستقلة؟ لا هاي جريمة مستقلة. نعم. أستاذة عائشة أعتقد في سؤال على تويتر ولا شيء، أستاذة عائشة جاوبت أنه في ارتباط. الحالة الأولى إذا كان في ارتباط هاي لا، الشيكات هاي انعطت مرة واحدة، لكن هذه لا. هذا الكلام ما ينطبق على هالموضوع. لا. نعم. هذا شيك مستقل، جريمة مستقلة، قضية مستقلة. نعم. زين عندي سؤال أعتقد إذا يسعفنا الوقت. إذا أستاذ عائشة إذا في حد يعني كتب الشيك بصورة تمنع من صرفه، يعني يتعمد إنه أساس بدل ما يكتب التاريخ الميلادي كتب التاريخ الهجري، الناس طبعا ما تحفظ هذا التاريخ مثلا، أو يتعمد بدل ما يكتب 2014 كتب 2012 عشان يفوت على الريال، إذا تعمد في أنه يعني هذا معناته يسطر شيك بصورة. نعم. تمنعه. هذا معناته أنه هو متوفر القصد الجنائي في القضية، يعني مو شرط أن التشيك يرجع لعدم وجود حساب كافي، حتى لو تعمد الساحب أنه يحرر التشيك بتوقيع مغاير عن التوقيع المعتمد لدى البنك، أو بأن يعني مثلا شوي يحاول تغيير في الخط بحيث أنه يرجع ما ينصرف بسبب وجود خطأ أو يعني مثل هاي الأمور، لأن البنوك كثير تدقق على التشيك وخاصة كتابة بغض النظر عن الأرقام، على الكتابة تدقق كثير، فإذا في أي خطأ يعني هاي من أسباب وقوع جريمة التشيك، مو بس على أساس أنه ما في رصيد، لا حتى الأسباب الأخرى أن يتعمد الساحب أن يعني مثلا يغير توقيعه أو شيء عشان يرتجع التشيك. أحسنتي. أنا أعتقد حتى من ضمن الأمور اللي نحن يجب نوصي عليها المصرف المركزي شوي يفعل دور موضوع المبالغ الموجودة في الحساب وصرف جزء صرف من قيمة الشيء، هذا جدا جدا مهم. حقوق المستثمرين. زملائي الوقت مر ويعني وكان لازال في جعبتنا الكثير عشان نعطيه، وأنا شاكر لكم جدا دكتور علي الجرمن، أشكرك جزيل الشكر. أستاذ عائشة الطنيجي شكرا في هذا المساء. العفو. أبو محمد نحن عارفين رغم تعبك ومرضك ورجوعك من الحج الحمد لله على السلامة، وأيضا نشكرك على تواجدك معنا. الشكر لك سلطان. الله يسلمك. مشاهدين الأعزاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، يمكنكم دائما التواصل مع البرنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ المحامون وfacebook.com/الضفرة TV. هذه المواقع الاجتماعية ممكن أنكم تتواصلون معنا خلال البرنامج وحتى بعد البرنامج، إذا في حد عنده أي سؤال نحن وزملائي المحامين صدرنا رحب لتلقي استفساراتكم وإعطاكم الإجابة. نلقاكم الأسبوع المقبل بحول الله لنتناول نحن المحامون موضوع شائك جدا جدا جدا، موضوع المخدرات. حقوق لكم مني أسعد الأمنيات وأشكركم جدا، ومن زملائي في الاستوديو نحن المحامون وفي أمان الله.